سبيت على الايد يمين يسار كذي عادي. بعدين راح اتكلم هناك كذي راح اتكلم فراح تأشر بأكسل. 3 2 1 and action. يقول لك يا سلطان كل علاقة بين اثنين في طرف ثالث. هذا يخرب العلاقة. هذا أنا. جاهز؟ أكشن. سوري بس خل عيد. سمعيني وركزي معي زين. أبي بدلك كل هشك من راسي لساسي. وأبي شكلي يرهش يلقلق. وأمانة حطي لي ورا النفنوف ذيل طويل. يعني 9 متر 10 متر 11 متر. أبي كل الناس هناك يشيلون الذيل معي. وبنص الذيل أبيك أمانة تحطي لي حوض سمك هذا مال الزينة. وأبي جلد السمك تحطونه فوق الذيل. بس عاد شيلوا من الزفر حطوا كركم حطوا يانسون أي شيء. وأبي عقلولو إيه تعالي عقلولو. وخاتم عليهم الربيان. وأمانة أمانة إذا تقدرون حطوا لي هذا الأسد اللي عند كتفي. يا هلا يا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من كلثوميات. أنا كلثومة تاكل الثومة وكل طاقم العمل نقول لكم يا هلا فيكم وكل عام وانتم بخير وإن شاء الله أفطار شهي ويوم جميل يلقلق نفس نفنوفي. والله عاد أنا تمنيت لكم تشوفون نفنوفي بس للأسف من طولة ومن كبر هذه المكتبة اللي قدامي ما أقدر أوريكم إياه. نيرمان برنك هذا أكل حق السمك اللي على الديل مالي. إي ويبي هذا الأكل مال القطاوة الألاسكا البوليس هذا عشان السمك يصيرون مفترسون. نيرمان برنك البخور لا عاد شبي من الريحة والزفر. يأتي رمضان وتأتي معه الدراريع الرمضانية. ها وتأتي المشاريع اللي تبيع هذه الدراريع. بعضهم يفتر بالبلوكات ويشتري هذا الخامل بعشرة. بعدين عاد الخامل بعشرة يتزوج ويب عيال ويب أحفاد وسبحان الله يصير بمية دينار. ليش؟ مشكوك بذهب؟ في كل موسم رمضاني يفتتحون هذه المعارض الرمضانية يبيعون هالملابس. عسى ربي يوفقهم ويبارك لهم ما قلنا شيء. بس جاكيت شيفون 80 دينار. ليش؟ الشيفون تشوفون فيه المستقبل؟ في يوم من الأيام نروح ننعزم على زوارة نحتار شنو نلبس. تقعد واحدة طول زوارة تصنف براندات اللي لابسينها واللي تلبس الأغلى براندن تروح تصور معها وتكشخ فيها وتروح تقول هذه الفيش تحبيبتي وتطيح معها الميانة. وتي واحدة تصور مع أختها وتكتب على الصورة خوات للأبد. هو طبيعي بعد خوات للأبد بتبري من أختك عشان لابسة براند تقليد. وبقدرة قادر يتحول شهر العبادة والصيام عند البعض إلى شهر المظاهر والكشخة. ما تخلي سوار ولا عق يلقلق لو لابسته. مخرج هذا الاكسسوارات اللي لابستها اللي تلقلق مبينه ترى متسلفتهم من مسعود. كله ان فريم. ثانك يو. وفي وسط تقييم الفاشن شو تجابل التلفزيون وتقيم ملابس الناس اللي طالعه على الشاشه. لا تكفين متحيني تكفين متحيني عشان اسوي حلقه كامله ارد عليك فيها. انا تفش تنت. هذا غير دروس الاتيكيت اللي هابين فيها هالايام. يعني معقول احنا ما نعرف ناكل ولا نلبس؟ تي وحده شلون والله تاكل البطاطس؟ بعد معروفه شلون ناكل البطاطس. هم هم يم يم. تبين تجابلين ربك شوي تروحين حق صلاه القيام ولا التراويح؟ تاخذين عباتك وحجابك بكل بساطة عشان تجابين ربك. تلاقين وحدة داشة ما شاء الله لبسها يرهش يبرق وتطالعك من فوق لي تحت والعبات من خلفها تير الأكل ماكو. يا جماعة ما يصير رايحين جابر ربنا ونكشخ. هذا غير ذاك اليوم وحدة والله العظيم سوت عملة ما أدري شلون سوتها. افتحت المجلة وخذت هالتصميم العالمي وراحت حق خياطة جمعية قالت لي أبي تسوي لي نفسه أبي أكشخ فيه حق رمضان. ما يصير والله يدري عنك كريستال ديون كان الحين مسكين متشع شعره. قال واي القهر كوزموا خسوا كوزموا. والمشكلة بعد ما يخلص لها النفنوف تقول له والله ضيق انت ما تعرف تخيط. لا حبيبتي انت اللي ما تعرفين تاكلين نفس الأوادم وانت فقتي. هذه ضريبة الجيمات وزنود الست وخد النعام. يا زين بساطتنا في العباء واللبس المرتب البسيط بعيد عن الفخفخة والبهرجة.
تذكروا أعزائي المشاهدين أنكم مو بحاجة لإثارة إعجاب الآخرين، أنتوا بس عجبوني ودربكم خبر. كل عام وأنتوا بخير. تقررين تجابين ربك وتروحين صلاة القيام؟ القيام؟ يأتي رمضان وتأتي معاه اوكي، انا ايش فيني على واو الهي لطيف، بس خل اعيدها احس في احلى في احلى عفوا.